حلوين انتو والله لنا غاليين يا اصحابنا يا حلوين انتم والله لنا غاليين بعد سلام ومساء الخير حان لقانا مع الفوازير انتم معنا مدعوين سوف نزور عم بشير على انت تبدون تاخير انا اسمي عم بشير شبه وسني كبير سافرت بلاد كتير وصلت لتو الحين هو اسمه عم بشير شيباوي سنه كبير سافر لبلاد كثيرة ووصل لتو الحين أبغى أنصحهم بنصيحة ونصيحتي هذه من القرآن آية والآية في سورة وفي القرآن مذكورة إيش هالآية وإيش هالسورة راح أقول وانتوا عليكم بالقرآن هيا قل وعنا سمعين الصبر طيب يا حلوين هيا قل وعنا سمعين الصبر طيب يا حلوين هيا قل وعنا سمعين الصبر طيب يا حلوين هيا قل وعنا سمعين الصبر طيب يا شاطرين هيا قل وعنا سمعين الصبر طيب